بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي زملائي المحامين الجدد، أهلا بكم ومرحبا في أداء قسم المحاماة. والحقيقة أنا كنت مرتب بداية غير البداية التي سوف أبدأها معكم. أنا هسمعكم كلمة رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ اللي قالها قبل النطق في الحكم على بعض المحامين الذين أدينوا بالتزوير. أرجو أن احنا نسمعها مع بعض، نشوف يعني ركزوا معايا في الكلمات اللي بيقولها علشان هنتكلم فيها مع بعض. سبعتاشر سيد السيد فرحات محمد رمضان توفيق محمد الصادق عبد المعطي صلاح حلم عطيه. بمناسبة هذا الحكم توجه المحكمة كلمة إلى السادة المحامين. يا رفقاء المؤساة، يا من تعالجون آلام الناس وترافقونهم في شقائهم فتلبسون السواد رمزا للحداد وتقفون إلى جوارهم. المحاماة رسالة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، وضرورية للعدالة. وجد المحامي ليدافع ليدفع كيد الكائدين ويكشف ستر المتآمرين وينير الطريق إلى العدالة أشبه بالشموع تحترق لتبعث من حولها الضياء. ومن هنا كان واجبه أن يسمو بنفسه ليستحق اللقب الذي تميز به عند الناس وهو الأستاذ. هذه القاعة جعلت ليصلح فيها المحامي بحق لا ليحبس فيها بجرم. وهذا القفص لم يوضع هنا ليقف فيه المحامي بل ليقف قريبا منه المحامي ليشد من أزر ذا حظ منقود يقبع خلف قضبانه. وضع لشخصيات لها خطرها على المجتمع لتلقى طعامات الاتهام، لا محاميا مهمته إنصاف الناس من الاتهام. لو كان هذا القفص ينطق لارتج يقول لكم إني أرتجف حين تلجون أعتابي. ولكن عزاء العدالة أن ما نحن بصدده يعد استثناء من القاعدة، وإن كان وأسفاه قد شاع. المحامون المحكوم عليكم، كم تساوي هذه الوقفة؟ كم الثمن الذي إلى هذا المصير صيركم؟ هل تخيلتم لو تبادلتم الأدوار مع من ظلمتم؟ ماذا لو كنتم آمنين في سربكم فصرتم في لحظة بين سندان الأحكام ومطرقة التنفيذ؟ أو غيبتم سجناً أثر تزوير كالذي فعلتم؟ ما وصف طعم الظلم ساعتها؟ ما شكل النظرة إلى هذه المهنة السامية عندئذ؟ إن المحكمة وهي تصدر حكماً كهذا تشعر بغصة، بيد أن القانون الذي بيد أنه القانون الذي يخضع له الجميع، والمحامون من غير شك أحق الناس بالخضوع له. أيها الشاردون في دنيا الزيف والمال، إن المجد لا يبنيه مال ولا الزيف يصنع الرجال. أعتقد إذا كان الصوت واضح يعني إن أنتوا
سمعت اللي قاله رئيس المحكمة. يعني هي صدمة إن أنا أبلغكم هذا الحكم أو يصلكم هذا الحكم وأنتم في مستهل العمل بالمحاماة. لكن الرسالة التي أردت أن تصلكم من غيري هو ما قاله المستشار رئيس المحكمة من أن المحاماة رسالة، ورسالة عظيمة لا يستحقها إلا العظماء، ولا يستاهل الاستمرار فيها إلا من يتحمل مسؤولية هذه العظمة وهذا الدور الشريف. المحاماة ليست حرفة ولا وظيفة كباقي الحرف والوظائف. المحاماة رسالة، رسالة للدفاع عن كل القيم العظيمة في المجتمع، كل القيم الكلية، الأمانة والشرف. أنتم تقسمون بأن تؤدوا أعمالكم بالأمانة والشرف والاستقلال، والأمانة والشرف قيم كلية لا تقبل قسمة على اثنين، لا تقبل أن تكون أميناً في طرف وغير أمين مع الطرف الآخر، والشرف أيضاً لا يقبل القسمة، فلا يمكن أن يكون الإنسان شريفاً في موضع وغير شريف في موضع آخر. الشرف قيمة كلية والأمانة قيمة كلية لابد أن نؤمن بها كاملة غير منقوصة. إذا انتقصناها ضاعت منا قيمة المحاماة ورزانة المحاماة وأداء المحاماة. هذه القيم الكلية هي التي أردت أن أوضحها لحضراتكم. المحاماة مش شطارة، إنما كفاءة. مش اغتصاب للحقوق، وإنما إعادة للحقوق وردها لأصحابها المستحقين. المحاماة نبل في الأخلاق، فروسية في التعامل. لا يجوز للمحامي ليس فقط أن يخون موكله، ولكن يجب أن تكون هذه الأمانة حتى مع خصومه. هي دي المحاماة. المحاماة مش إنك تخطف حق واحد أو إنك تنتزعه بدون وجه حق لمن لا يستحق. المحاماة هو أن تدافع عن صاحب الحق الذي تريد أن ترد إليه هذا الحق الضائع. لو غير ذلك لما كانت المحاماة ولن تكون. لذلك نحن نؤكد دائما على هذه القيم الكبرى، هذه القيم التي يتحملها المحامي ويظل حاملا لها في أدائه لرسالته، لأنه يمثل كل المحامين ويمثل كل الهيئة التي تنتسبون إليها الآن وهي هيئة المحامين، في أن تكونوا على المستوى الذي يليق بالمكان التي أنتم فيها. أيضا لكي نكون على قدر هذه الرسالة من حيث القيمة، أن يكون أداءنا متسم من حيث الشكل والموضوع بالكفاءة مع القيم التي نتحمل مسؤوليتها. مفيش محامي بيؤدي رسالته في الدفاع عن الناس وعن حقوقهم جاهل بالقانون، غير مطلع، غير مثقف في أدائه. لذلك يجب على المحامي أن يتعلم كل يوم، يتعلم كل ساعة، يتعلم من أجل أن يكون جاهز ومهيئ للدفاع أو أداء رسالته في الدفاع عن حقوق الناس. ليست الكفاءة القانونية وحدها، مش بس تقرأ، مش بس تعمل بحث، مش بس تاخد ماجستير حتى الدكتوراه، إنما لابد أن تبحث وأن تطلع على الأحكام القضائية، وأن تطلع على السوابق المختلفة، على الأداءات المحترمة للمرافعات الجنائية المختلفة أو المدنية المكتوبة. أيضا ليست الثقافة القانونية وحدها هي التي تكفي، ولكن يجب أن تكون هناك ثقافات أخرى لدى المحامي. المحامي الذي يتميز عن أقرانه هو المحامي الذي يحمل ثقافات مختلفة في كل مناحي الثقافة. المحامي يجب أن يقرأ في كل هذه الجوانب لكي يكون أداؤه وأفقه قادر على استيعاب المستحدث والجديد. قارئ في الرياضة، وقارئ في التاريخ، وقارئ في الأدب، وقارئ في الفن، وقارئ في السياسة، وقارئ في كل مناحي الحياة لكي يكون متميزا عن غيره من الأقران. أيضا
القيمة الشكلية للمحامي الذي يتحمل مثل هذه المسؤولية ومثل هذا الدور ومثل هذا العبء من حيث المظهر يجب أن يكون متكافئ مع مظهر هذه الهيئة المكتملة. لا يمكن أن يكون شكل المحامي ولا مظهره أقل من مظهر القاضي ولا من وكيل النيابة. وأقول ذلك وأشدد على كل أبنائي وزملائي المحامين أن تحافظوا على هذا المظهر الذي أراه الآن. هو مظهركم، هو العنوان الذي تتخاطبون به وتخاطبون به الناس. بغير ذلك تقلل من شأنك وتقلل من شأن من يتعامل معك. يمكن أن ترتدي أزياء أخرى قد تكون أغلى قيمة من البدلة، لكن في هذه الأزياء الأخرى بالقطع سوف تخرجك من مصاف العمل القانوني أو من مصاف المحامين. فعليكم بالالتزام بهذا الزي الكامل في كل ما تؤدونه من أعمال في أمام المحاكم وأمام النيابات وأمام الشرطة وأمام المحضرين وأمام كل الجهات الرسمية التي تتعاملون معها. أيضاً المحامية معنية ليس بزي محدد. نحن لا نشترط زي محدد للمحامية، لكننا نشترط الحد الأدنى من الاحتشام الذي يحمي المحامية من أي عدوان ذهني أو بصري يقع من الآخرين عليها. هذه القيمة هي التي نرجوها لا 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 للمحاميات بناتنا أن يكونوا على المستوى الذي يليق بالرسالة التي يؤدونها. وأنا والحمد لله أرى أن معظم من أراهم في كل الجولات تقريبا يتمتعون بهذا الاحترام وهذا القيم. أرجوكم أن تحافظوا على هذا المستوى. الفتاة المصرية المحامية المصرية لا يجوز لها أن ترتدي ما هو شاف ولا ما هو ملتصق ولا ما هو قصير ولا ما هو كاشف لقيمة هي تعتز بها لنفسها ويعتز بها لشرفها وقيمتها، إنما يجب أن تكون بالحد الملائم الذي يحفظ عليها هذا الأمر. نحن لا نطلب لا نقاب ولا حجاب، لكن نطلب الاحترام ونطلب الاحتشام الذي يعصم المحامية من أن تكون محلاً لأي عدوان يمكن أن يكون بأي شكل. العدوان مش العدوان المادي الذي أقصده، وإنما العدوان البصري، أقصد العدوان الذهني الذي يمكن أن ننصرف إلى ذهن الناس عندما يتعاملون مع فتاة أو محامية يرون في مظهرها ما لا يليق بالمحامية وما لا يليق بالفتاة المصرية أن تكون عليه. أرجو أن أكون قد لخصت ما أردت أن أجمع وأقدمه لحضراتكم، لكن مزيد من هذه النصائح سوف تكون من خلال معهد المحاماة الذي أنتم مقبلون عليه بإذن الله.